وللحديث عن الأوضاع في لبنان بعد الفراغ الدستوري الذي دخل يومه الأول في ظل فشل برلماني في اختيار رئيس للبلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. أهلا ومرحبا بك دكتور. تحياتي لك وللسادة المشاهدين. حياك الله. من جديد حل الفراغ الرئاسي في لبنان، ميشيل عون غادر القصر الجمهوري في بعبدة من دون رئيس يخلفه، كيف تقرأ مشهد الجلسات الأربع الماضية لتسمية الرئيس دون توافق على مرشح؟ بصراحة كما بات معلوما أن هناك فراغ في مركز رئاسة الجمهورية، ولكن ليس هناك فراغ دستوري، لأنه بموجب نص الدستور اللبناني أو المادة 65 وغيرها من المواد، وبصراحة تنص على أن من يتولى شؤون رئاسة الجمهورية والقيام بأعمالها في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله أو انتهاء ولايته هو مجلس الوزراء مجتمعا، وهذا ما ينطبق على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبالتالي ليس هناك من فراغ دستوري. يحاول أو حاول ميشيل عون وما زال يحاول هو وفريقه السياسي إحداث حالة من الفوضى السياسية، وهذا التعبير هو الصحيح، إحداث حالة من الفوضى السياسية والدستورية في محاولة لخلط الأوراق لفرض أمر واقع كما يريد هو، كما فعل عام 1988-89 عندما انقلب على الدولة والشرعية. ولكن هذه المرة الأمور مختلفة جدا، هناك دستور واضح، هناك قوانين لا تقبل أي تأويل، هناك نص واضح يقول أن هذه الصلاحية هي لمجلس الوزراء، وبالتالي عملية لبنان بات معتادا على أن يكون هناك شغور في مركز الرئاسة، ولكن هذا الشغور يملأه مركز هذا الشغور تملأه الحكومة التي من الواجب عليها دستورا وقانونا أن تقوم بتصريف الأعمال حتى انتخاب رئيس للجمهورية جديد وحتى تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان. بمطلق الأحوال حاول ميشيل عون في اللحظات الأخيرة إجراء هذه الشوشرة الدستورية عندما وقع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي، وهو كما لك يعني يحاول خلق يعني أمر واقع لم يستطع أن يفرضه لا حكمه ولا بعد حكمه. ماذا يعني برأيك أن تتكرر ظاهرة الأوراق البيضاء خلال التصويت على منصب رئيس الجمهورية أو على مرشح لرئيس الجمهورية؟ الدستور اللبناني نص على أن انتخاب رئيس الجمهورية يفترض حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى والتصويت للمرشح بهذا العدد، ثم في الدورة الثانية يفترض حضور الثلثين مع التصويت بالأكثرية نصف زائد واحد. ولكن لنكن صريحين، في لبنان لا يوجد احترام للدستور بكل مدى الكلمة من معنى، فمثلا يمنع على موظفي الفئة الأولى أن يترشحوا للانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بعد استقالتهم بسنتين. نعم. الأمر حدث عندما تم ترشيح ميشيل سليمان قائد الجيش السابق لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا بدون أي استقالة سابقة. إذن هي عملية توافق سياسية أكثر من هي نصوص قانون دستورية في هذا المجال، مع الاحترام لبعض النصوص الدستورية، ولكن مصلحة البلد تفترض في بعض الأحيان خرق هذه النصوص لمصلحة التوافق، وهذا ما حصل في اتفاق الدوحة الذي حصل بعد أن قام حزب الله بغزو بيروت وقتل 67 بيروتي بدون سبب. نعم. وكان الآن في كل عملية انتخاب حيث يعني يدعو رئيس المجلس إلى التوافق على اسم مرشح ثم يدخلون به إلى المجلس النيابي في صورة مخالفة للدستور الذي يبدو جامدا في هذه المواد، ولكن هذا هو الدستور الذي يفترض أن يكون هناك عملية انتخاب تتم بواسطة التصويت بالأوراق. الأوراق البيضاء تعني أنهم لا يريدون أن يكون هناك مرشح ينال ثلثي الأصوات في الدورة الأولى في إظهار رغبة لدى الأكثرية أو لدى الفريق من النواب معين على أنه لم يتم الاتفاق على اسم فريق. وأنا أرى أن عملية التصويت بالأوراق البيضاء يعني هي في النهاية عملية دستورية ومن حقهم أن يصوتوا بالورقة البيضاء. طيب أستاذ طارق أو دكتور طارق، يعني أنت أشرت إلى ما قام به عون أو ميشيل عون في الفترة الأخيرة به عملية الشوشرة السياسية بتوقيع ورقة تشير إلى استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ما مدى شرعية ودستورية هذا الأمر؟ يبدو أن رئيس الجمهورية كان غائب عن السمع طوال الفترة الماضية، هناك انتخابات حصلت في شهر أيار الماضي، وبموجب نص المادة 65 من الدستور أنه عند إجراء الانتخابات النيابية تعتبر الحكومة مستقيلة حكما، وبالتالي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي حكومة مستقيلة حكما منذ ما بعد الانتخابات النيابية. ثم تم عملية استشارات نيابية تم تكليف بموجبها الرئيس نجيب ميقاتي الذي حصل على أكبر عدد من أصوات النواب، وهذا
تكليف من النواب. إذن ما قام به ميشيل عون كما قلت لك هو نوع من الشوشرة ونوع من الخربطة للوضع الدستوري والوضع السياسي في لبنان، هو لزوم ما لا يلزم. هذا المرسوم الذي وقعه لا قيمة له لا دستوريا ولا قانونيا ولا سياسيا. إذا ما الهدف؟ هو الهدف يعني اللعب على موضوع الشوشرة السياسية، إجراء عملية مماحكة سياسية، محاولة ضرب الدستور. ميشيل عون عنده مشكلة مع الدستور، مع اتفاق الطائف، وهذا ما أظهره خلال فترة توليد الحكم. بذكرك اتفاق الطائف، ميشيل عون مدعوم من حزب الله، ماذا كان يعني ماذا أراد عون وداعمه، أي أتكلم هنا عن حزب الله، من أن يطلق آخر رصاصة على اتفاق الطائف؟ يعني دائما عون وحزب الله متفقين على أن الفوضى في البلد هي من تخدم مشروع السلاح ومشروع الميليشيا. ميشيل عون عندما كان رئيسا للجمهورية وقبل أن يكون رئيسا وفي سدة الرئاسة غطى إرهاب ميليشيا حزب الله في سوريا وقال أنها ميليشيا تقوم بواجبها، بدل أن يقول أنها ميليشيا يعني تقوم بأعمال إرهابية. ثم أكثر من ذلك، كان وزير الخارجية دائما المسمى من قبل عون وفريقه السياسي في الحكومة يمثل وجهة نظر النظام السوري وإيران في كل اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والاجتماعات الخارجية. هم يريدون تغيير النموذج اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، لأن هذا النموذج وهذا الاتفاق ينص بصراحة على أمر أساسي، وهو أساسي ومهم جدا، هو عروبة لبنان وأن لبنان عربي الهوى والانتماء، وينص على أنه لا سلطة للعيش في خارج حدود العيش المشترك، وعلى سحب سلاح جميع الميليشيات. هم في موضوع حزب الله لا يريدون أن يكون لبنان عربي الهوى والانتماء، بل أن يكون فارسي، وهم لا يريدون تسليم السلاح إلى الدولة، بل يريد أن تحتفظ بهذا السلاح، وأن يكون من يعطي الأوامر لهذا السلاح هو الولي الفقيه الذي أعلن عنه نصر الله مرارا وتكرارا، والذي يؤيده فيه ميشيل عون لقاء مكاسب سياسية. لذلك التقت إرادة الطرفين ميشيل عون وحزب الله على مصالح خاصة فيما بينهم، اتفقوا على أن اتفاق الطائف لا يناسب الطرفين، ولذلك هم متحالفون بينهم في سبيل تدمير ما تبقى من عروبة أستاذ لبنان. طارق، ميشيل عون ترك لبنان يغلي على كثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل كل هذه الظروف اليوم، وأنتم كمراقبون للوضع، من هو المرشح الأوفر حظا لأن يستلم منصب الرئاسة بعد عون؟ هذا السؤال يعني لا أستطيع الإجابة عليه بوضوح، لأن الأمور دائما في الانتخابات الرئاسية في لبنان تلعب عدة عوامل، منها عوامل داخلية، منها عوامل خارجية، الكتل، الدول المحيطة، الدول الداعمة للبنان، هناك تدخلات خارجية. ولكن دعني أوضح أمر أساسي، أننا في لبنان لا نريد رئيسا تصادميا كميشيل عون، لا نريد رئيسا خالف الدستور وخالف اتفاق الطائف ودمر ما تبقى من سيادة لبنان، رئيس جاب البلاد إلى الهاوية، رئيس حدث في عهده أكبر خسارة للاقتصاد اللبناني، رئيس خسرت العملة اللبنانية في عهده 95%، رئيس لم يستطع أن يقوم بشيء، وهو قال ما خلوني، وهو شريك في هذه الطبقة السياسية التي ما خلته، وللأسف هو رئيس كان رئيسا فاشلا. ولكن الأهم من ذلك، لو كان هناك، أتمنى أن يكون هناك قانون ودستور وقضاة أقوياء في لبنان ليحاكموا ميشيل عون وكل الطبقة السياسية التي سرقت البلاد، لأن الناس تعبت من هذه الطبقة التي ما زالت نفسها أنها فوق المحاسبة، وهي من سرقت البلاد والعباد ودمرت لبنان. عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.